لنا مشاهدينا إلى قضية اليوم. وضعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات كرة القدم الإسبانية في موقف محرج بعدما كشفت أن لاعبي الدوري الإسباني لم يخضعوا لأي فحص للمنشطات منذ أكثر من 10 أشهر، لتجدد النقاش حول علاقة المنشطات بالرياضة الإسبانية التي طالما كانت عرضة للاتهامات. كرة القدم الإسبانية في قفص الاتهام، شبح المنشطات يعود من جديد ليعكر سفو بلد نالت المنشطات من سمعة رياضته. هذه المرة ليست الرياضة الإسبانية كلها معنية بالموضوع، بل كرة القدم على وجه التحديد. فالليغا، الدوري الذي يصنف من بين الأفضل في العالم، لم يخضع لاعبوه لاختبار المنشطات منذ أزيد من 10 أشهر. معطن نزل كقطعة ثلج على المسؤولين عن الليغا الذين اختاروا لغة الصمت حيال هذه الورطة. وحدها الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات الموقوفة دوليا كسرت حاجز الصمت، ملقية اللوم على الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم بدعوى رفضهما إخضاع لاعبي الليغا للفحص. تبرير كان أقصى ما يمكن للوكالة الإسبانية المفتقدة للشرعية لعدم مطابقتها المعايير الدولية منذ شهر مارس الماضي، حينها لجأت إلى اليويفا والفيفا اللذين رفضا إخضاع جميع لاعبي الليغا للفحص، واكتفيا بلاعبي المنتخبات ولاعبي الفرق المشاركة في المنافسات الخارجية، ما يعني بأن لاعبي الفرق الإسبانية غير المشاركة في المنافسات الخارجية لم يخضعوا لأي كشف للمنشطات. موقف محرج يطرح علامات استفهام كثيرة حول احترافية الدوري الإسباني. النقاش تجدد حول علاقة المنشطات بالرياضة الإسبانية التي لديها سوابق عدة. فالدراج الشهير ألبرتو كونتادور كان قد أوقف لسنتين بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات، كما أن نجم التنس رافائيل نادال نال نصيبه من الاتهامات لكن دون ثبوت تعاطيه لأي مادة. حق لإسبانيا أن تفخر بأندية كالريال والبارسا والأتلتي، لكن غياب الرقابة عن لاعبي الفرق الأخرى وإن كان لا يمس نزاهة المنافسة إلا أنه يسيء من دون شك لصورة الليغا. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا من مدريد الصحفي بوكالة إف الأنباء لويس فياريخو. أهلا بك لويس معنا، مساء الخير. هذا الأمر لا يدعو للشك في الإنجازات الرياضية للأندية الإسبانية على الأقل في الأشهر العشرة الأخيرة، بما أنه اللاعبين لا يخضعون لفحوص للمنشطات. مساء الخير. ليس هذا على وجه التحديث، أحاول أن أشرح بكل بساطة ماذا يحدث في إسبانيا، لماذا ليست هنالك السيطرة على هذا الموضوع أو أقلها. إنها هنالك إخضاع للاعبين بكل 4 مباريات فقط، ذلك يعود إلى أن إسبانيا كانت دون حكومة خلال عام كامل، أي أن هنالك فراغ سياسي مما استدعى إلى عقد انتخابين جولتين من الانتخابات حتى تم تشكيل حكومة جديدة. هذه هي المشكلة التي غادت إلى عدم التشريع حول أو تعديل القانون حول التحكم في المنشطات، على وجه التحديد 2 من هذا القانون. كل التشريع الإسباني حول المنشطات دائما ما يحكم بقانون، قانون عضوي، على عكس الدول الأخرى التي تتم إجازة هذه المادة عن طريق قرارات إدارية. ولكن نسبة لوجود عدم وجود برلمان وحكومة فقد تعسر أو تعذر إجازة هذا القانون. ولكن ما يمكن أن أقوله الآن كخبر حصري أن هذه القضية سوف تجد الحل في الأيام القادمة. الحكومة سوف تجهز مرسوم ملكي
بالقانون الجديد، وبموجب هذا القانون سوف يتم الاحتراف بالمعامل الإسبانية التي تقوم بمكافحة المنشطات. ومن هنا إلى أسبوعين سوف تعود الأمور إلى مجاريها، وبالتالي إخضاع كل لاعبي كرة القدم الإسبانية إلى الفحوصات الطبية والمنشطات. طيب، بماذا تفسر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم طالب الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي بأن يقوم بعملية فحص المنشطات في الدوري الإسباني ولم يستجيب لذلك، وقامت الوكالة الإسبانية وهي على كل حال غير معترف بها دوليا بحوالي 57 عملية فحص المنشطات ولكن لم يتم الأخذ بها، وبالتالي هل فترة العشرة أشهر الماضية سيتم اعتبارها فترة فراغ مرت بها كرة القدم الإسبانية؟ هذا يجب أن نسأله إلى اتحاد كرة القدم الأوروبية وإلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللذان ذكرا بأنهما صلاحياتهما تخضع فقط إلى البطولات الأوروبية، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، أشبيليا، فياريال، كل لاعبي هذه الدول دائما ما يتلقون زيارات ما يسمى في إسبانيا مصاصية الدماء، وهم دائما يخضعون للرقابة الدورية. هذه ليست مشكلة، فالمشكلة تكمن في الفرق التي تقع من منتصف جدول الترتيب إلى أسفله والتي لم تخضع إلى الرقابة في الفترة الأخيرة. اتحاد كرة القدم الأوروبي فقط يقوم بواجبه، والفيفا فقط صلاحياتها حول المنتخب الوطني الإسباني، مما أوجد فراغ في هذه المادة. أعتقد أنها مسألة وقتية سوف تجد الحل في ظرف أسبوعين من الآن، لأن مختبر مدريد سوف يعيد تأهيله وبالتالي الاحتراف به، مما سيكون حلا لهذه القضية. ألا تخشون مع هذا الفراغ الذي عاشته كرة القدم في إسبانيا من حيث مراقبة تناول المنشطات من اللاعبين أن يكون بعض اللاعبين لربما لجأوا لهذا المحظور بما أنه ليس هناك مراقبة، وحتى إن كانت مراقبة فإنه غير معترف بها، هل لا يفتح هذا الأمر على مصراع لربما لبعض اللاعبين لتناول المنشطات وبالتالي قد يدخل كرة إسبانيا في متاهة؟ لا أعتقد ذلك. اليوم الرياضيون الإسبان يعرفون جيدا أن العقوبات هي عقوبات قاسية قد تمتد لأربع سنوات من الحرمان، ولاعب في الدرجة الأولى إذا اقترف هذا الجرم فسوف يعرض نفسه للحرمان خلال أربع سنوات، والحرمان خلال في كرة القدم الاحترافية هذا يعني أن يقول وداعا لمسيرته الرياضية. أعتقد أن المخاطرة كبيرة، مما سيكون رادع للاعبين للجوء لهذه المواد الممنوعة. ودائما عندما كانت تجرى هذه الضوابط فلم تجد هنالك عقوبات، هنالك كانت قضية واحدة، قضية اللاعب غرناطة قبل موسمين من الآن. أعتقد أنها حالات نادرة في كرة القدم الإسبانية في دوري الدرجة الأولى. آخر سؤال، قبل فترة مدة من الزمن حتى اتهم رافائيل نادال ولو بالإشارة ليس بطريقة صريحة بأنه ربما تناول المنشطات، هل هذا الأمر لربما يدخل الرياضة الإسبانية أو يعيد طرح التساؤل حول إمكانية تناول المنشطات؟ ونحن نعلم بأن القضية الماثرة أمامنا الآن وهي العقوبات التي تطال روسيا جراء تناول المنشطات، ولربما إسبانيا الآن لا تريد أبدا أن يرد اسمها في هذه المسألة. ش
أعتقد أن قضية رافا نادال هي رمزية وليست عامة، ويمكن أن تشمل كل لاعبين أو الرياضيين الإسبان. ولكن أود أن أذكر بجملة قالها رافا نادال، وهو اللاعب الذي دائما يخضع إلى الرقابة، وهو دائما يشارك في كل البطولات العالمية ولم يجد ما يؤيد الاتهام. وقال من أراد أن يرى تحليل الذي التحليل التي خضعت لها فهي أمامه، ما عليه إلا أن يطلبها. ونادال هو رمز وأيقونة للرياضة الإسبانية، وبالتالي ليس هنالك ما يعيب على مسيرته الرياضية لأنه يخضع بصورة دورية للفحوصات على الرغم من الشائعات التي جاءت من فرنسا تحديدا. طيب الصحفي لويس فياريخو، أنت صاحب وكالة الأنباء الإسبانية إفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من مدريد.